السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هكون عنا فيديو جديد من لعبة ماينكرافت. بهذا الفيديو زي ما قلت لكم بالفيديو الماضي انه بهذا الفيديو راح نروح نستكشف الصحراء او مش الصحراء الصحراء اللي هو المنطقة اللي هناك زي ما تشوفوا هناك المنطقة اللي هناك راح نروح نستكشفها اليوم بهذا الفيديو. وعملت طبعا خلف كواليس البيت من جوا، نقلت الاغراض زي ما انتم شايفين هون كلها الصناديق هناك، وعملت البيت عطيت الداخل والاشياء هاي وكل اشي، والامور صارت تمام هون عنا في البيت، يعني الثلاث خلص البيت هم الصناديق والاشياء كل اشي تمام وخلص. شلت الاشياء اللي هون، وهذا الفيديو راح ننطلق هناك وراح ناخذ معنا الشموع لانه الرحلة هناك راح تكون كافية نوعا ما، لانه راح اول اشي راح اروح للمنطقة اللي بعدها، المنطقة اللي هي الصحراء، راح اروح الصحراء عشان اشوف اذا في معبد الصحراء، اذا ما لقيت برجع هون وراح اعمل الرحلة الاستكشافية اللي هون اللي هتكون تحت في الكهوف، لان الكهوف هنا تكون ماينشافت ففيها صناديق واشياء نستفيد منها. فخلنا ناخذ هالشموع، ما بعرف الصراحه، ما اتوقع بتكفي هالشموع، خلنا هذا الاكل، خلنا ناخذ من هون 6 فحمات مثلا و6 من هذول عشان اعمل كمان شويه شموع. في دونا 24 شمعة بفيدون يعني. وإيش كمان ممكن نأخذ معنا؟ حاليا صار معنا حديد، فاحتياط احتياط، من أتوقع المناطق هناك ما فيها أي لافا أو إشي، بس راح أخذ باكيت للمي عشان إذا احتجت، إذا لقينا لافا هناك، إنه أتوقع هناك اللافا تكون قليلة. بس بكون جهزت وضعي، معي اكل مش كثير، ممكن ما يكون كافي بس ان شاء الله انه يكفينا. وطبعا كمان بالفيديو هذا بالخلف كواليس كمان شمعت المنطقة هاي اللي ورا البيت، انتم شايفين شمعت المنطقة، فخلنا اقتل الحيوانات اللي ورا عنا هون عشان ناخذ اكل ونشوي، لانه ممكن الاكل ما يكفينا هناك. ممكن هذا الفيديو ينقسم جزئين، يعني ممكن ما يعني ممكن هيك يعني وانا لساتي هناك خلص اسكر الفيديو ونكمل بالفيديو الجاي اللي بتكون الحلقة الرابعة، قمي بالحلقة الجاي نفس الشيء، الحلقة الجاية بنكمل، بس لأنه مستحيل نخلص نص هذا الفيديو، وإذا خلصنا نص هذا الفيديو راح يكون الفيديو كثير طويل، فما بدي يكون فيديو طويل يعني، عشان هيك هم بس أضبط وضعي وأشوي الأكل، أشوي الأكل وبرجع لكم. أوكي رجعت لكم بعد ما ضبطت الأكل وضبطت الأمور، وهسه بسم الله راح ننطلق للصحراء. فبعد ما اوصل من هالمكان، بس اوصل الصحراء برجع لكم، انه هون في منطقة هاي بعدين الصحراء، فبس اوصل الصحراء برجع لكم، صراحة الصحراء برجع. اوكي وصلنا الصحراء زي ما انتم شايفين هاي هون، فبسم الله ان شاء الله نلاقي مكان او معبد صحراء في الصحراء هاي. هون حفرة الصراع غريبة، مش عارف كيف هيك حفرة غريبة، نشوف ما في اشي منيح في هاي الصحراء، ان شاء الله نلاقي المعبد الصحراء، ممكن نلاقي قرية كمان. ما نعرف، شوفت شو بصير معنا. هذاك ايش؟ هون جبل، لحد الان قاعد عم بمشي وما لقيت اشي،
هذاك هذيك المنطقة أتوقع قريب المنطقة اللي رسمنا عندها أول إشي في أول حلقة. وفي هون شو اسمه، راح أجرب أروح هناك، راح أجرب أروح هناك، ممكن نلاقي إشي منيح هناك. وهنا في المنطقة هاي اللي تحت البحر، نسيت إيش اسمها، المهم هاي هيك هاي هاي المنطقة المهم اللي تحت البحر. وصلنا هون، كيف شكلها؟ كثير حلو شكلها تحت المي، كان في ضباب هون. لا هون اتوقع وصلنا خلص لمنطقة، يعني خلص هون المنطقة شو اسمه، غابات. يطلعنا برا الصحراء، احنا ما بدنا نطلع برا الصحراء، نضلنا جوا بالصحراء ونشوف. طب ممكن ما اطول وانا هاي، فعشان نلحق، عشان ممكن نلحق نوصل في هذا الفيديو، ل يعني ل يعني نخلص الفيديو هذا واحنا مخلصين هاي الرحلة، ما نقسمه على جزئين. فراح اضلني اتمشى بالصحراء وارجع لكم بس الاقي اشي منيح، قرية او معبد صحراء. اوكي فارجع لكم بعد ما الاقي اشي منيح. اوكي يا جماعة، الصراحة لفيت لفة هيك في الصحراء، اكتشفت انه الصحراء كثير صغيرة وما فيها اشي، للأسف ما فيها ولا اشي. فراح نروح هناك وراح نشوف لنا كهف وارجع لكم بعد ما الاقي كهف في هذيك المنطقة عشان ننزل عليها، وبس ارجع لكم بس الاقي كهف. اوكي يا جماعة، جيت لكم بعد ما اخيرا لقيت كهف هون. بس خلنا نجهز الشموع، كهف غريب صراحة. اتوقع بس ابدا انزل تحت راح الاقي المانشافت. اوكي هاي شكله مش كيف تحت، كيف كيف. خلنا نطلع فوق، نطلع فوق ان شاء الله انه من جهة ثانية اتوقع في مكان ثاني، هو ان شاء الله انه فيه الكهف لو من هون من هاي الجهة ان شاء الله فيه كهف او ما انشافت. و ما في مانشافت، ليش ما في اوكي ها هذا المانشافت. خلنا بس تكون منتبهين، في فحم هون سبونر. هذا سبونر تاعون تاع ايش اسمهم هذول، هذول العناكب اللي بيسمموا. فما رح ما رح اكسره، ما رح ما حستفيد منه، رح اكسره بس بسرعة لازم أكسره، إن هذول زنخين الصراحة هم مستمتعهم. كسر 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 كسر، حلو كسرتهم، بعطوني فلات اكس بي. إن شاء الله بهذا الفيديو نلاقي الدايموند، يعني زمان ما لقينا دايموند، مو من زمان بالقناة كلها، حتى السلسلة القديمة، السلسلة القديمة أصلا ما رحناش كيف. ما رحنا كهف اصلا. والكم زومبي هون، ايه ايش معلق بايش انا، انا مشفت فكرت حالي معلق في خيوط العنكبوت. اخذ الجولد اللي موجود هون، جولد. والفحم كمان، لا ايوه مش عارف الصراحة اروح هون ولا صح نسيت احكي لكم، هاي المنطقة اتوقع تعرفوا انه هاي المنطقة يكون فيها كثير جولد، فلا تستغربوا نطلع بستاك جولد من هاي المنطقة عادي. الكوف هاي المنطقة بيكون فيها جولد كثير زي ما انتم شايفين، جولد
يعني لو انه دايموند هيك قرت هيك في منطقة نفس هاي المنطقة بس مش جولد فيها كثير. في ايش فيه؟ في اشي قاعد بطخ علي قاعد عارف ايش قاعد بتدمج اتوقع صح؟ لا عارف ايش بتدمج قاعد كنت قاعد بتدمج من سكيليتون من الزومبي طلع فيهم سكيليتون معين. موت 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 الحمد لله. فيهم زومبيات رح نجيهم رح نجيهم بس خلنا اروح من هذيك المنطقة. اتوقع ان هاي المنطقة في سبون تاني هيك حاس لانه في كثير في كتير خيوط عنكبوت. نحط شمعة هاي كأنها طلعة. لا مشكلنا طلعنا انا وين نزلت انا وين نزلت انا وين نزلت ايش هاي المنطقة اوكي نجوت الحمد لله نجيت من هاي المنطقة اللي نزلتها. مش عارف كيف كنت قاعد بكسر الجول فأمام الله فجأة نزلت. سخر الله في كثير وحوش هون وأنا ما صنعت شيلد وإني صنعت شيلد قبل ما أطلع وأروح عشان هاي الوحوش. هو مدرع ايرو كيف مات هيك بسرعة ضربة واحدة كيف مات. هنطلع فوق نجيب اي بلوك بدل هاي بسم الله نطلع فوق. اهلا وسهلا استقبلنا حد الان مش قاعد عم لا وقاعد وقعت 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 لا 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 يا الله انا وين متت وين متت وين متت من هذيك الجهة من هذيك الجهة كنت من هذيك الجهة بسرعة 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 لا ما كنت منتبه لهيلي انا مش منتبه لهيلثي هذيك المنطقة من هون. ها 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 كاني شفت شموع هناك. ها هايو هون 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 لا مو هون مش هون لا مو هون وين وين كنت يا الله وين كنت والله ماني عارف انا وين كنت. توقع خلاص صراحة اغلاطنا نصلي فترة قاعد عم بمشي مش ملاقي وين كنت مش عارف. انا كنت في هاي المنطقة بس يا الله كان معانا ايش كان معانا احنا ما كان معنا اشياء كثير ثمينة يعني عادي ما كان معنا اشياء ثمينة. حموت من الجوع انا هلا كمان يا الله راحت اغراضنا خلص عادي ما كان معه هو يعني اهم شيء كان معنا ممكن هو ايش اسمه الجولد بس عادي هاي منطقة مليانة جولد لا مش اهم شي نقول خلنا اخلي زومبي يقتلني قتلني كان ارجع على البيت اسرع. ها والله اغراضي هي اهم شي الايرون لانه
اللي شو اسمه ما بمعنى غير ستاك ايرون. فهذا الستاك ما يعني حيخلص لو نصنع كل اغراض مرة ثانية. عندي هون بيكاكس شوفيل كسر، يلا بناخده، نوفر اشياء اغراض يعني نوفر. يا الله، انا مشكلتي ما كنت منتبه لهيلي، ما كنت منتبه لهيلي نهائيا. خلص للأسف متنا. أكثر إشي وسعادي يعني مو كثير يعني مش كثير الأغلاط راحت يعني بالآيرون نعوضه بعدين عادي يعني عادي مش كثير كثير يعني كثير متنا وراحت من أغراض كثير يعني. خلاص عادي رجعت أغراضنا. لا والله أهم إشي الأكل. الأكل كله راح، كان معنا أكل كثير. طيب للأسف متنا بهذا الفيديو متنا. هون نكون وصلنا لنهاية فيديونا لليوم، أتمنى الفيديو عجبكم. للأسف فوت بهذا الفيديو بغلطة غبية مني الصراحة، ما كنت منتبه لهيلي نهائيا، أبدا ما كنت منتبه لهيلي فوتت للأسف. إن شاء الله بالحلقة الجاي حروح وما راح استسلم، راح انتقم منهم وراح أروح هناك مرة ثانية، راح أروح استكشف مرة ثانية هناك. وإن شاء الله هذه المرة يعني الجاي ما نموت وتروح علينا كمان مرة نموت، فعشان هيك فبس نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو عجبكم، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. وبس، مع السلامة.